السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه نسرين الادريسي للوصفات الناجحه والمجربه. كنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه ديال التجميل، ماشي وصفه ديال الطبخ، وصفه ديال التجميل، وصفه ديال كريم مرطب اللي كيبيض وكينقي البشره وكيحيد العطاش. كنبداو بسم الله، كناخذو كريم نيفيا. اول المكونات كناخذو كريم نيفيا بعلبه صغيره، وكناخذو مورد من تقريبا من 4 المعالق كبار حتى 5 المعالق. خاصنا ناخذو مورد يكون طبيعي، ناخذو من عند شي عشاب يكون ثقه، ما ناخذوش هذاك اللي كيدير 4 دراهم ولا 5 دراهم كيكون مزوينش. ناخذو العلبه نديروها كلها زلافه، وغنبداو نزيدو عليها موارد بشويه بشويه. وها هو الكريم ديالنا، من بعد ما دخلت فيه 4 المعالق كبار ديال المورد كتولي التكستور ديالو خفيفه. كناخذو كميه منه كنديروه من الليل لليل على البشره، كندهنوه مزيان، كنخليوه جوج دقائق، كنخليوه جوج دقائق تشربوا شويه البشره، وكنمسحوه ضروري نمسحوه بكلينكس ولا قطن، وكنخليوه يبات ليله كامله في البشره، والصباح كنغسلوه بالغسول اللي مولفي كنغسلو به ولا الصابون. يلا حبيباتي، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وابوني وبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. دمتم في رعايه الله، والى وصفه قادمه ان شاء الله.